بقى السنه الهجريه، ايه معلوماتك عن الهجره؟ الهجره النبويه. الحمد لله على الرسول عليه الصلاه والسلام. طبعا هجره الرسول دي حاجه جميله، حاجه الناس كلها فرحانه، طبعا امه الاسلام كلها فرحانه. كان ايه سبب الهجره ساعتها؟ كان المسيح المسلمين كانوا بيهاجروا الرسول، كانوا بيجروا وراه كده، وكانوا ما كانوش عايزين الاسلام خالص، فالرسول انتصر عليهم من عند ربنا. النهارده سنه هجريه جديده؟ ايوه. طب ايه معلوماتك عن الهجره؟ اللي دايما الهجره لازم الواحد يصلي ويصوم، ولازم يكون بيصلي كتير عشان ربنا يقبل له ويضيع كل سنه، اللي مثلا لو عمل فيه حاجات اللي اتقدم اي حاجه ربنا يستغفر له كده عشان هو صلى. طب انت تعرف ان الرسول عليه الصلاه والسلام هاجر اليوم ده من مكه للمدينه؟ ايوه. طب ليه كانت سبب هجرته؟ عشان اهل قبيله قريش كانت عايزه تاذي النبي. الهجره النبويه هو ده اليوم اللي هاجر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه. كان ايه سببها؟ إزاء الكفار ليه في مكه، وان خلاص ما بقتش مكه تصلح للدعوه الجديده، نشر الدعوه الاسلاميه. لو حضرتك تعرف ان كان في هجره قبلها؟ للحبشه. طب ايه الفرق بين الهجرتين؟ هجرة الحبشة كانت ناس ومجموعة قليلة من المسلمين، وراحوا يحتموا بالنجاشي ملك الحبشة، لكن الهجرة إلى المدينة كانت هجرة كل مسلمين مكة راحوا هناك. معلوماتي ده بعد تسأليني معلوماتي، معلوماتي ضعيفة، بقول لك من قبلها قبل ما تسألي. ليه كده؟ طيب يعني هجرة الرسول على هجرة الرسول. طيب كان في هجرتين. كان في هجرة الأول للحبشة وفي هجرة لمكة، تعرف ايه الفرق بينهم؟ أنا عارف الهجرة اللي هي مكة بس مع الحبشة. طب أنت عارف كم عددهم؟ كم عدد الناس اللي هاجروا؟ بيني وبينك احنا مش عارفين. لا ما عنديش الهجرة نفسها. طب أنت تعرف إن كان في هجرتين؟ لا أنا أعرف هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام بس. تعرف سببها كان إيه؟ اللهم صل على سيدنا محمد رسول الله. لما هاجر لما كانوا رايحين يموتوه وهاجر عشان يموتوه قريش دول اليهود. هجر مرتين، كان في هجره مرتين. تعرف الهجره اللي قبل يعني معلومات عنهم؟ ايه الفرق بينهم؟ انا عارف ان الهجره هو كان طالع عن طريق اليمن، دي كانت الهجرة اللي هي بتاعت في الهجرة الصغيرة والهجرة الكبيرة. الأولانية الهجرة الأولانية الرسول عليه الصلاة والسلام هو اللي أمر بيها، أما الهجرة الثانية اللي هي قامت كان دي أمر من ربنا سبحانه وتعالى، فلما كان شدة تعذيب الكفار للمؤمنين هاجروا إلى الحبشة النجاشي بأمر من الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن كانوا وقتها المسيحيين أهل الكتاب وعارفين، فعشان كده الرسول بعتهم بيها. دي الهجرتين. وكان سيدنا جعفر هو المتحدث الرسمي للمسلمين هناك، وهو كان السبب في انه قعدهم هناك في قلب الحبشه، وما عرفش عمرو بن العاص يرجعهم من هناك، يعني كان عمرو بن العاص وقتها من شده ذكائه، فكانوا اهل مكه او اهل قريش هم اللي كانوا باعتينه ليه.